زيادة حجم المناولة لعمليات الشحن والتفريغ في ميناء صحار دفع بالشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية إلى تطوير خدماتها الفنية واللوجستية، بما يضعها في جاهزية لاستيعاب سفن النقل البحري بمختلف أنواعها وأحجامها. الفكرة جاءت هي لتسريع العملية في الشركة في استيعاب حجم التجارة الموجودة إن كان في البلد أو التجارة اللي هي العالمية بمعنى استيراد وتصدير. أكثر من 500 سفينة حاويات استقبلتها محطة الحاويات في ميناء صحار خلال عام 2016 للميلاد، تحمل أكثر من 620 ألف حاوية نمطية من خلال نحو 100 خط شحن بحري دولي ترتبط مع ميناء صحار. اكتمال النظام الحالي نظام البوابات الآلية، وهذه بتساعد طبعا في أمور كثيرة، في سرعة إنجاز المعاملات، في دقة المعاملات، في أمن المعلومات اللي موجودة في المعاملات، وكلها آلية. يعني هو اكتمال أحد الأنظمة الجديدة في ميناء صحار. تدشين البوابة الآلية الذكية في محطة الحاويات جاء مؤكدا لتطور أعمال المناولة في ميناء صحار، حيث تعمل هذه البوابة من خلال غرفة مراقبة تقوم بتصوير وفحص الشاحنات ورقم ونوع ووزن الحاوية. صحار هو ليس فقط للسوق المحلي، هو ميناء محوري للأسواق المجاورة كلها، إذا وجد الخليج أو إيران أو الهند أو أفريقيا، يعني هذه كلها دول وأسواق كثافة سكانية عالية. فلذلك إحنا نحاول أن يكون ميناء صحار هو مركز تجميع للبضائع وإضافة قيمة لهذه البضائع في صحار عن طريق المنطقة الحرة مثلاً، وإعادة تصديرها لهذه الأسواق. هذه البوابة تعمل الآن على اختصار وقت الفحص للشاحنة وحمولتها حين الدخول والخروج من حوالي ربع ساعة سابقا بالنظام اليدوي إلى 40 ثانية حاليا بالنظام الإلكتروني. إن التحول من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني عبر هذه البوابة الذكية سيعمل على تسريع وزيادة العمل في محطة الحاويات بميناء صحار. من ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي.